لو أنا اليوم بالحكومة وصاحب قرار إيه؟ أسوي المحاكمة تنقل مباشرة على الفضائيات، لكن ما تصير. تعرف ليش؟ ليش؟ لأن الكل بالخلطة، ما ممكن، صعب، الكل بالخلطة، فصعب تنكشف هاي الأسماء وسميتهم. شوف راح يضغطون في مسألة تأجيلات أخرى، راح يضغطون. وخلي ببالك، أنا أتمنى اليوم، أتمنى من القضاء أن يوم 27 إذا ما حضر نور زهير يتم محاكمته غيابيا بأقصى درجة العقوبة. يعني هو أكو جواز التأجيل إذا كانت أسباب موجبة وقناعة محكمة، لكن أنا أتمنى أنه لو ما حضر يوم 27 يتم محاكمته غيابيا، وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة إليه، ومخاطبة الأنتربول، ووضع الإشارة الحمراء حتى يكون عبرة لغيره. احنا مو نريد هيك شيء ويا الكل نطبقها ويا كل اللي باقوا ولي كل اللي فزدوا. انا اتمنى، لكن انا اقول لك احتمال تؤجل القضيه الى موعد اخر. اوف